لا تملك أم رائد والدة أسير فلسطيني محكوم ل 22 عاما داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي سوى متابعة ما يرد لها من أخبار عن أوضاع الأسرى التي تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا بينهم، فهي ممنوعة بقرار إسرائيلي من زيارة نجلها منذ عام 2016 أو حتى الحديث معه عبر الهاتف، فبات الحصول على أخباره أمراً لا يعد سهلا. فظل جائحة كورونا احنا قلقانين على اولادنا كثير، انا واحد من الناس يعني بنامش الليل، يعني انا عندي غضروف عصب، العصب عندي زاد من كثر ما انا قلقان على ابني. ارتفاع اعداد الاسرى المصابين بفيروس كورونا والتي وصلت الى 180 مصابا كان عنوان هذا الاجتماع الذي عقدته الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. فحالة الإهمال الطبي التي يتعرضون لها وغياب وسائل الوقاية داخل السجون بات محل اهتمام شعبي وفصائلي كبير. حذر العدو الصهيوني من مغبة الاستمرار في هذا الاستهتار والعبث بأرواح أسرانا. ندعو المؤسسات الحقوقية والقانونية للتدخل العاجل للحفاظ على حياة أسرانا الذين يتعرضون لمخاطر تفشي فيروس كورونا. رفض الاحتلال الإسرائيلي منح الأسرى لقاح الوقاية من كوفيد-19 جاء ليندرج ضمن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق ما يقرب من 5000 أسير فلسطيني. هذه السياسة تتمثل في عدم الرعاية الطبية للأسرى المرضى، عدم إجراء عمليات جراحية، عدم إجراء فحوصات طبية مستمرة ومتواصلة ودورية، إضافة لذلك افتقاد العلاج واقتصاره على مواد مسكنة. ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال معدات التعقيم لداخل أقسام الأسرى مما يزيد من فرص تفشي الفيروس بينهم. استمرار مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها تجاه الأسرى خاصة مع تفشي جائحة كورونا بات يزيد من حالة الغضب الشعبي والفصائلي منها، الأمر الذي قد ينعكس على الأوضاع الميدانية الهشة في غزة. وفق متابعين، باسل عطار، المملكة، قطاع غزة.